الأهل خير علي، كلمات ربط بها معتزئين لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ومدرب فريق مواليد 2005 بقطاع الناشئين، ربط بها جماهير القلعة الحمراء برباط الحب الدائم، دخل قلوبهم كلاعب، ظل بها كنجم لا ينسى، ليس في المستطيل الأخضر فقط ولكن طوال حياته. فجماهير الأهلي تعشق تلكم النوعية من اللاعبين التي تتسم بصفات الوفاء والإخلاص، معتزئين من تلك الفضيلة. فرغم أنه بدأ حياته في صفوف المنافس الزمالك، لكنه تعلق بقلوب الأهلوية بعد انتقاله للمارد الأحمر، لا يترك موقفا أو مناسبة إلا ويثبت فيها ولاءه للأهلي ولجماهيره، حب وتفان وإخلاص. ولد معتزئين في 8 من أغسطس عام 1984 لأب عرف وسط رسمه في تاريخ الكرة المصرية هو الكابتن إينو. ارتبط معتز الصغير بمنطقة حلوان، ظل بها بين أهلها الذي تعلم بينهم حب الأهلي، لم ينسيه لعبه للمنافس هذا العشق، ظل يطارد حلمه حتى تحقق. لعب في صفوف القلعة الحمراء أجمل سنوات عمره كما قال هو بنفسه، وذلك وسط جيل تاريخي حقق كل شيء في عالم الساحرة المستديرة. معتزئين رغم اعتزاله الكرة، لكنه لم ينسى الأهلي وظل مرتبطا به. قابل مسؤول الأهلي إخلاصه بتواجده لتعليم الناشئين حب الأهلي قبل فنون الكرة، فتولى تدريب فريق 2005 ليبدأ مشوار حلمه نحو قيادة الفريق الأول بالقلعة الحمراء. معتزئين عاشق الأهلي معنا اليوم في برنامج الأشبال على قناة الأهلي. ضيف النهاردة دمه خفيف جدا خارج الكاميرا، حد يعني تقعد معاه يعني تضحك من قلبك. ما شاء الله دخل في مجال التدريب مع 2005 في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ما شاء الله محقق نتائج رائعة مع فريق 2005، وفعلا مشروع مدرب إن شاء الله يكون مميز وكمان يكون للفريق الأول بالنادي الأهلي. كان وهو لاعب يتميز بمهارة رائعة، مهارة التسديد، نادرا دلوقتي لما تشوف في الملاعب المصرية واحد مشهور بالتسديد من أي مكان يسدد ويجيب اهداف. ضيف النهارده هو الكابتن معتز إينو. مرحبا كابتن إينو. كابتن اسامه ازيك عامل ايه؟ وحشني والله. انت اكتر نجم النجوم طبعا، وانا سعيد ان انا موجود معاك، انت عارف انت اخويا وياما فرحتنا. اي نعم انا كنت بجري ورا الكوره لغايه ما اتعب ونجيبها لك، بس انت كنت بتخلص. لا انت كنت نجم كبير حبيبي. وطبعا سعيد ان انا موجود في بيتنا الكبير طبعا، وقناتنا اللي احنا دايما بنتشرف بيها، واي اول ما بتجيلنا الدعوه طبعا ما نقدرش اللي احنا نقول لا يعني. قبل ما اروح ل 2005 ونتائج ما شاء الله الرائعه مع فريق 2005 وانضمامك لقطاع الناشئين السنه اللي فاتت وانت موجود في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عايز ارجع بيك لورا شويه ولحظه انضمامك للنادي الاهلي والمفاوضات. بص طبعا في البدايه انا كنت لعيب في نادي الزمالك، ويمكن مصر كلها عارفه، وربنا كرمني وجالي طبعا ان انا عرض ان انا العب في النادي الاهلي، وطبعا كان شرف ليا ان انا البس فانيله النادي الاهلي وفريق بطولات واحسن فريق في افريقيا مش في مصر بس، فاي حد مكاني مش إينو بس طبعا كان لازم يفرح. فكانت لحظه يعني سعيده بالنسبه لي على والدي الله يرحمه وعلى والدتي في البيت عامه، يعني اول ما جالي المستر مانويل عايزني هو اللي كان طالبني. والحمد لله المفاوضات فضلت ماشيه، كان ساعتها الكابتن عادل القيعي وكان الكابتن محمود الخطيب نائب وكابتن حسن حمدي، والمفاوضات فضلت ماشيه بشكل مستمر وبشكل محترم، والناس قدروا ان انا كان لسه في عقدي يعني سنين في الزمالك، مضيت في الوقت القانوني. الناس يمكن ساعتها فضلت قالت اللي إينو مضى مش في وقت قانوني، لكن انا مضيت في الوقت القانوني، كان فاضل لي 6 شهور بس في نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان عايزني اجدد، بس انا فضلت ان انا اروح للنادي الاهلي يعني. وكان شرطي بس الوحيد اللي انا كان نفسي اشوف الكابتن محمود الخطيب طبعا، الاسطوره يعني بتاعت يعني مصر. انت بجد وانت بتمضي لحظه انضمامك للنادي الاهلي كنت عايز تقعد مع كابتن محمود الخطيب؟ كنت عايز امضي في حضوره يعني، وكان شيء اسعدني طبعا يعني. الكلام ده احنا نقلناه للكابتن عادلي
والدي الله يرحمه طبعا كابتن اينو هو اللي نقل للكابتن عدلي، قال له يا ريت اللي احنا نمضي في وجود الكابتن محمود الخطيب يعني. فكابتن عدلي وصل الرساله، وكابتن محمود طبعا مشكورا طبعا، و يعني نجم النجوم اللي هو يوافق، وانا كنت سعيد جدا طبعا. وانا مضيت عنده في البيت على فكره عند كابتن محمود، وكانت بالنسبه لي انا كمعتز في حياتي انا دي لحظه تاريخيه طبعا، لكابتن محمود يستقبلنا في بيته وامضي عنده في حضوره. فكان الكابتن هادي خشبه موجود، وكابتن عادل القيعي موجود، وفي وجود طبعا الكابتن محمود في بيته وشخصيا، دي كانت حاجه طبعا تسعدني وادتني حافز كبير قوي. هو اتكلم معايا، يمكن انا تعرضت لضغوط والناس كلها كانت عارفه في الفتره الاخيره في الزمالك، لكن كلام الكابتن محمود ليا كان حافز ليا، كان حافز ليا طبعا. يعني هو قال لي احنا عارفين بكل اللي انت مريت بيه والظروف الصعبه، واحنا عندنا ثقه فيك جامده جدا، بدليل ان انت هتكون موجود في النادي الاهلي، اعظم نادي طبعا انا بعتبره في الكون. مش بقول كده عشان موجود في القناه، بس من اللي انا شفته في النادي، لا النادي الاهلي نادي كبير جدا، وده كان حافز ليا. وقلت له انا يكفيني كلام حضرتك ليا، واتمنى ان انا اكون عند حسن الظن يعني، والحمد لله ربنا كرم، ودي كانت بدايتي بقى في النادي الاهلي. بتنقل مشاعرك دي ايده ازاي للعيبه بتاعتك في 2005؟ انت ما خرجتش من قطاع النشئين بالنادي الاهلي، لكن الكلام اللي انت بتقوله ده يعني احساس ان واحد اتربى جوه النادي الاهلي طبعا. شعورك انك انت بتمضي للنادي الاهلي وبتلبس فانيله النادي الاهلي، شعورك ايه اول تمرينه في ملعب مختار التتش؟ بص يا كابتن اسامه، يمكن انا قعدت 5 سنين في النادي الاهلي. الحمد لله احرزت 14 بطوله وده في حد 14 فاكر ايه بقى البطولات اللي احرزتها مع النادي الاهلي؟ بص الخمسه يمكن لسه كنا ما كنتش بعد بقى ما شاء الله. انا اقول لك على حاجه، اول مباراه ليا في النادي الاهلي رسميه كانت ضد الاسماعيلي في السوبر، السوبر المصري اللي... اول مباراه خدتها بطوله، يعني اول 90 دقيقه ليك في النادي الاهلي ببطوله. فخلاص انت ما شاء الله من كتر البطولات يعني خلاص بتعدش. بقى ما بتعدش بقى، بس الحمد لله بعد كده يعني عرفت اللي هم 14 بطوله، منهم 5 دوري الخمس سنين اللي انا قعدتهم في الاهلي. كل سنه الحمد لله كنت باخد الدوري، فخمسه دوري. و طبعا ماتش السوبر ده الاولان ليا، وفي السوبر الثاني اللي انا جبت فيه الجون في الزمالك. حلو قوي، كان دلوقتي موجود في التقرير. ده طبعا ما يتنسيش عشان ده فيه علامه بارزه اللي هي الجون. جون حلو ونازله على الطاير. طبعا كمان كنت من احسن الجوان الحمد لله. المهارات اللي انت بتميز معتز بيها، لما بنقول يعني واحد في نص الملعب يعني دلوقتي بقت قليله، دلوقتي عمليه التسديد. يمكن الواحد حزين اللي هو دلوقتي حتى وانت بتتفرج على اي مباراه، نادرا لما بتلاقي كوره شوطه. دايما دلوقتي الكوره يا اما كورنر، كوره راسيه، فاول، ضربه جزاء، يعني قليل قوي لما تلاقي الواحد من بعيد مثلا بيفكر يشوط حتى لو تطلع بره. وده كلامي دايما مع فريتي، اللي انت حاول يعني جرب، ما تخافش، لو شطت لك 2-3 في الماتش اكيد واحده هتيجي. يعني انت بتنقل الخبرات دي للعيبه بتاعتك؟ اكيد. بص يا كابتن اسامه، انا يمكن انا بطلت السنه اللي قبل اللي فاتت من سنتين. والحمد لله من السنه اللي فاتت على طول بعد ما بطلت رحت ماسك في الاهلي. كويس. ومسكت 2004 السنه اللي فاتت. الحمد لله خدت بيهم البطوله. كويس. السنه دي ماسك 2005 مع الكابتن احمد سمير. ده الهدف، واحنا بنتكلم قبل ما نتكلم عن 2005 و2004، ده الهدف الرائع كان في مباراه السوبر امام نادي الزمالك. ده طبعا ما يتنسيش. انت ما تردش، الكوره جايه ومتصلحه، هي مغريه. هي طبعا كوره زي دي مغريه، والحمد لله الواحد كان بيتميز. اللي انا عمري ما جبت جون بدماغي. انا كل اهدافي شوط، فالحمد لله هي بتبقى موهبه. يعني الناس حتى الفتره اللي فاتت دايما وانا ماشي في الشارع لما حد بيقابلني يقول لك بعد اينو حسني عبد ربه ما فيش حد خلاص بيشوط. طبعا كان قبلنا في نجوم بقى، طبعا كابتن محمود ابو الدهب، كابتن حمزه الجمل، النجوم دي كلها كانت بتشوط. احنا دلوقتي يعني الوقت الحالي قليل قوي انت بتتفرج على اي مباراه في الدوري انك تبقى قاعد مستني، عارف اللي فلان ده شويت ممكن مثلا يعدل واحده ويشوط او يفاجئ الناس. لا بقت حاله نادره دلوقتي. فهي طبعا بترجع رقم واحد للموهبه، تاني حاجة اللي انت بتحاول تنميها في التدريب. بعد كل تمرين مثلا ما تشوط لك 10 15 20 كورة في التمرين، دي بتبقى يعني في ماتشات يا كابتن اسامة وانت عارف في ماتشات بتخلص بشوطة. مباراة الاهلي مع حرس الحدود السنة دي في الدوري تكتلات دفاعية كتير، عمرو السولية من تسديدة المباراة انتهت. لولا الشوطة بتاعت عمرو السولية يعني الاهلي ما كانش هياخد الثلاثة بون. فده حل حل. فلازم دايما لازم اللعيب يتعود اللي هو دايما يشوط كتير، لازم جرب ما تخافش. وده اللي انا بنقله دايما للعيبتي، اللي انت جرب. انا دايما بحب، عشان انا كنت لعيب بحب الشوط، بحب دايما الاجوان اللي بتبقى من بعيد.
عشان انا اتعودت عليها. فدايما حتى لو طلعت بره حتى لو جت في العارضه محاوله حتى محاوله تلاقي دايما حتى الجمهور ايه فاء ياخد الاهات بتاعته ياخد الاهات حتى لو طلعت بره بس ايه فوق مثلا العارضه فوق المقص جنب العارضه جت في العارضه بتحس دايما ها الناس كلها بتصحيهم. ممكن تلاقي مثلا واحد مثلا ايه نايم شويه في المدرج الماتش بقى ايه نيمه فتلاقي الناس ايه في اصل كانت شوطه اصل في العارضه. فالحاجات دي بتبقى حاجات حلوه وبتصيط اللعيب في نفس الوقت. اهم حاجه اللي نام في المدرج الكره ما تجيش فيه بس. طبعا انا ماسك السنه دي 2005 مع كابتن احمد سمير. هنتكلم على 2005 وعن قطاع الناشئين ما شاء الله. كمان السنه اللي فاتت 2004 يعني اخذتوا البطوله السنه اللي فاتت الحمد لله. والسنه دي مع 2005 زي الفريق الاول محققين العلامه الكامله. لكن عايز انطباعك الانطباع لحظه انضمامك الفريق الاول دي لحظات ومشاعر بتنقلها للعيبه بتاعتك. أكيد تجربه انك تاخد بطولات وكم البطولات دي ما بيجيش من فراغ مع الفريق الاول. لحظه انضمام معتز زئين للفريق الاول خدت وقت عشان تتاقلم ولا دخلت بسرعه لا جوه النادي الاهلي؟ خالص يمكن انت كابتن اسامه عارف انت كابتن طبعا النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي يعني سنين طويله جدا وعارف ان النادي الاهلي اي حد بيخش فيه بيتاقلم بسرعه من احترام من معامله من كل شيء. اول يوم دخلت فيه النادي الاهلي مستر مانويل جوزيه هو كان تعرف كان دايما اي لعيب يجي جديد لازم يقعد معاه قبل التمرين مظبوط لازم ياخدوا الاول ايه الخضه بس بتاعه الدخله بتاعه النادي دي غير السوفت وير لازم اغير السوفت وير مهما كان انت جاي منين لازم يديك انطباع فلسه يا دوب داخل الاوضه بسلم على الناس. طبعا كان قبلها انا كنت في كاس الامم 2006 كانت نص المنتخب طبعا مع لعيبه النادي الاهلي فاحنا كلنا اصحاب بس في ناس ثانيه ما كانتش ليها كلام معاهم قوي لكن لما دخلت مع اول تمرينه لا حسيت ان انا بقالي كتير قوي ومش بقول كده يعني كلام وخلاص لا حسيت ان انا بقالي مثلا سنتين ثلاثه مع الناس من التعامل من الاستقبال السلام بتاعه من وانت داخل لا وخصوصا بقى لما اتمرنت كمان والدنيا حلوه. قال لك ايه يعني اول ما دخلت كده فاكر الكلام اللي قاله جوزيه؟ هو كان عارف زي ما بقول لك كده نفس كلام كابتن محمود الخطيب الناس كلها ومصر كلها كانت عارفه ان انا اتعرضت لظروف صعبة يعني شوية. صعبه شويه قبل الانضمام عشان الناس كلها بقى كانت في الزمالك عارفه ان انا رايح خلاص الاهلي فانت رايح النادي المنافس فتعرضت لضغوط شويه فالنادي الاهلي كان كله على علم بالموضوع يعني والضغوط دي. فاول كلمه مستر مانويل قالها لي انا فاكر كان كابتن حسام قاعد معايا وكابتن علاء ميهوب وكابتن احمد ناجي الجهاز كله صراحه كان قاعد وقال لي احنا مراعين يعني كل الضغوط اللي انت اتعرضت لها ودي حاجه كبيره قوي عندنا وقال لي انا فاكر بالنص قال لي انت ستايلك لعيب النادي الاهلي هو مستر مانويل قال لي انت طريقتك وستايلك انت لعيب النادي الاهلي والا انا ما كنتش طلبت ان انا اجيبك فهو عايز يشيل من عليك الضغوط من اول يوم هو كان دماغه يعني ذكي جدا بيقدر هو بيحاول يعاملك نفسيا مع اول يوم تخش فيه عشان تقدر تتاقلم. ياما شفنا لعيبه على مر العصور اللي هو بيجي يقعد مثلا ست شهور سنه وبيمشي الشخصيه مهمه الشخصيه دي. مش اي حد يعرف في النادي الاهلي مش اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت النادي الاهلي كبير فهو حاول يشيل عنك الضغوط ويخلي لك اللي الدنيا سهله وما فيش مشكله. نزلت الملعب مع اول تمرينه خلاص اول تمرينه راحت حسيت بقى ان انت خلاص بقالك سنتين ثلاثه ابتدت بقى دخلت بقى واللعيبه كلها ناس طبعا محترمه وكان ليا الشرف اللي انا لعبت في وسط النجوم طبعا كنت انت كابتن اسامه طبعا كابتن الفرقه موجود كابتن ابو تريكه بركات متعب حسام غالي الحضري الناس دي كلها كانت موجوده امير عبد الحميد عاشور كل الناس دي كانت موجوده فانت لما تلعب في وسط الكوكبه دي كلها لا اكيد شرف لاي حد عشان فعلا الناس دي خدمت النادي الاهلي كتير جابت بطولات كتيره فصنعوا اسمهم في النادي الاهلي فدي كانت بدايتي مع اول بقى ماتش رسمي تلعب وتاخد بقى كمان بطوله ضد الاسماعيلي اول 90 دقيقه تاخد بطوله اعتقد اللي دي كانت بقى ده يعني ايه ده الحافز الكبير قوي ودي الثقه اللي لا ده انا حطيت رجلي وبتلعب اساسي وكنت مؤثر وبتاخد بطوله فالدنيا بقى خلاص مشيت بعد كده. في المعسكرات اينو مشهور بالمقالب كنت تقعد معاه من الاول بس في الاوضه ما انت عارف يا كابتن لا انا كنت الخمس سنين كلهم انا كنت بقعد مع حسام عاشور انت عارف كان في تجمع في الاوضه معتز اينو هي الاوضه بتاعتنا دي كان احمد عادل عبد احمد يعني. عادل سمير صديق فاحمد شديد احمد سمير. السيد وسعد سمير طبعا ربنا يتم شفاعه على خير فالاوضه بتاعتنا كانت دايما هي اللي ايه روحها خفيفه طبعا كلنا عارفين ابو تريكه كان بينام الساعه 8 كان يصلي العشاء وينام هو الجمعه كان فتحي وسيد جلبرتو وفلافيو يعني في كانت ثنائيات كده
فكانت الاوضه دايما بتاعتنا هي اللي فيها يعني حاله ايه يعني، تدخل على وائل جمعه تلاقيه متغطي الساعه 8 مغطي جسمه كله وراسه كمان ورجله مكشوفه ورجله باينه، صوابع رجليه اللي باينه. لا فاوضتنا كانت دايما كل الناس تيجي تلعب مع عندنا، اللي بيلعب بلاي ستيشن، اللي بيلعب كوتشينه، نبعت نجيب اكل من بره، بس كان في محبه، كان في روح حلو. انا فاكر انت مره فاكر كان في اكله كبده وسجق وبتاع، ودخلت انا فاكر خدت سندوتشين كده على السريع انا فاكر. فكانت الاوضه بتاعتنا كانت دايما ايه، اوضه مرحه. في اوض كده كنت تخشها تحس ان لا مضلمين الاوضه ومركزين قوي وبتاع، لا احنا الحمد لله كان في محبه وكان في حاله. وكنا دايما ده بقى الفرق بقى، اللي انت دايما بتفصل امتى الهزار والضحك وكل الحاجات دي، وعارف امتى التمرين لا التدريب تدريب، المباراه مباراه. يعني احنا قبل الماتش بيوم. طيب قبل ما سيبك تكمل النقطه دي، يعني من ضمن اللعيبه اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي وعلى طول موجود في اوضه معتز اينو حسام عاشور، وكمان بنطمن عليه هنا من خلال برنامج الاشبال، الكابتن سعد سمير. تحياتي ليك يا كابتن سعد. كابتن اسامه، ازي حضرتك يا كابتن اسامه؟ و دايما متالق ودايما البرنامج عامل يعني كبيره للقاع الناشئين، وبرحب بالكابتن معتز اينو طبعا منور. حبيبي يا سعد عامل ايه؟ بنقول لك الحمد لله على السلامه، وتحيات كابتن معتز اينو ليك، وبنقول لك الحمد لله على السلامه بعد العوده من المانيا واجراء العمليه، وان شاء الله تكون احسن من الاول كمان يا سعد. والله الحمد لله كابتن اسامه، يعني الحمد لله الدنيا دلوقتي احسن، والجراح هيطمني على العمليه وقال لي ان هو يعني الامور كويسه والدنيا كويسه والعمليه الحمد لله ناجحه، وان شاء الله باذن الله يعني اداني ان انا ارجع مصر اقعد شهر في مصر وارجع له تاني، هيبص عليا بعد شهر ونبتدي بقى رحله العلاج الطبيعي. وهو مطمن وقال لي ان شاء الله بعزيمتك واصرارك انا واثق ان انت هترجع في احسن حاله يعني واسرع وقت ان شاء الله باذن الله. كنت بكلمك يا سعد قبل العمليه مباشره، قبل ما تسافر المانيا، ما شاء الله لقيتك كعادتك دايما مبتسم وكمان عندك رضا رغم الاصابه وقويه، لكن دايما سعد سمير يعني راضي، وشايفين دلوقتي لقطات معاك مع فايلر في تدريبات النادي الاهلي، يعني ابرز الكلام اللي قاله لك ايه فايلر خلال يعني المقابله اللي جمعتكم مع بعض؟ والله كابتن اسامه زي ما حضرتك قلت، هي الاصابه قضاء وقدر من ربنا، ودايما الاصابات اللي هي يعني بتبقى الركبه الوتر زي كده الحاجات دي ما بتبقاش اللاعب بيأدي فيها، وهي حاجات قدريه من عند ربنا. لكن الحمد لله الواحد باصراره وعزيمته الواحد رجع من الاصابه الاولانيه بشكل كويس وكان له دور، وان شاء الله برضه الواحد هيرجع وانا واثق في ربنا وفي نفسي ان انا هرجع بشكل كويس. يمكن مستر فايرو كان بيتكلم معايا بان هو قبل الفتره اللي فاتت انا لعبت فيها كان كلمني بشكل خاص وقال لي انت هتلعب الفتره الجايه يعني كل ليك دور، وانا بحب اللعيبه اللي بتلتزم تركز تمرينها، اللعيبه كتير اللي دايما حاطط التمرين هو معياره وهدفه، فالحمد لله كنت انا بتمرن بشكل كويس. النادي الاهلي على عكس تمرينك اجتهد اصبر الفرصه هتجيلك، وده اللي حصل. ولما لعبت وقعدت بشكل كويس هو كان قال لي قبلها ان انت هتكمل الفتره الجايه انا محتاجك في افريقيا، وبعدين كان هو لما قابلني قال لي هي دي كره القدم وانا زعلان جدا وحزين على اصابتك، لكن انا هفضل ادعمك وهفضل جنبك لحد ما ترجع بشكل كويس وانا واثق فيك. وبرده كلامه كان بالنسبه لي ده معناه كبير يعني. تمام، النادي الاهلي والمسؤولين يا سعد داخل النادي الاهلي بعد الاصابه وقفوا جنبك؟ اكيد اكيد يا كابتن اسلام، يعني اكيد يا كابتن اسامه، يعني انت عارف يا كابتن اسامه احنا متربيين في النادي، وبعدين النادي الاهلي دايما بيبقى حريص على اولاده وحريص ان هو يقدم رساله لاولاده ان هو جنبهم يعني. لكن كل اعضاء مجلس الاداره كلموني ودعموني نفسيا بصراحه كلهم، يعني ما انساش حد، الناس كلها كلمتني وكانت معايا. الكابتن خطيب اول ما اتصبت ورحت اعمل العمليه كان اول حد كلمني هو، والكابتن كان معايا هو والكابتن سعد عبد الحفيظ، واحنا كلنا جنبك، انت ابننا وانت من الناس الرجاله، وشوف ايه اللي يريحك، اهم حاجه نفسيا تبقى كويس وهترجع اقوى من الاول. وقال لي بس احنا يعني اللي زعلنا ان انت رجعت بشكل كويس وكنت موجود وقلنا اطمنا عليك واطمنا عليك مع الفرقه ومع الزمالك، لكن هو ده قضاء ربنا. ويمكن الكابتن الخطيب بصراحه يعني مش عارفين في قناه النادي الاهلي، لكن هو انسان بمعنى الكلمه، يمكن حتى في الاصابه الاولانيه ما تبنيش طمن عليا، بيقعد يدعمني يعني. انا واحد معظم اللعيبه المصابه ما بيسيبش حد فيهم، ودي
بتفرق معانا لسببين، لسبب ان الكابتن الخطيب رئيس النادي الاهلي، ومن ناحيه ثانيه ان الكابتن الخطيب اسطوره كره القدم المصريه اللي احنا كلنا بنحبه وبنحب نتفرج عليه وبنتربينا على اجوانه وعلى الماتشات بتاعت النادي الاهلي في الفتره دي، فدي بصراحه بتبقى رساله كبيره وبتفرق معانا نفسيا يعني. فبشكره طبعا، وحتى كان في ظروف خاصه بيا انا وربنا، ولو في دكاتره في اي حاجه فبشكره، وده طبعا مش غريب على النادي الاهلي، وان شاء الله الفتره الجايه الواحد يرجع بشكل كويس يعني. ودي عاده النادي الاهلي ومسؤولين داخل النادي الاهلي، بس يقول لي ايه الترنج الحلو اللي انت جايبه من المانيا ده؟ عايز اكلمه. انا كنت واخده ده من الكابتن مصطفى عبده. الكابتن مصطفى عبده ده بتاع الكابتن جوهري جيل 90 كاس عالم 90 ده ساعه. كابتن جبت انا من واحد روماني في المانيا كان ادولي هديه. طيب تمام. واحنا بقى معانا النهارده الكابتن معتز اينو، وهو بيتكلم دلوقتي بيقول يعني كان في الغرفه دايما اللي بتجمع اللعيبه احمد عادل عبد المنعم وحسام عاشور، ومن ضمن النجوم اللي قالها كابتن سعد سمير. ذكرياتك بقى مع معتز اينو في المعسكرات يا كابتن سعد. والله كابتن اسامه يعني اينو، يعني انا بقول اينو طبعا هو كابتن وكل حاجه، لكن انت تحس ان اينو يعني بتتنينة يعني، ما اينو ما شاء الله ما بيكبرش. اينو كان من اللعيبه الجامده جدا في النادي الاهلي. وطبعا احنا يعني لما طلعنا النادي الاهلي طلعنا مجموعه كبيره، فكنت انا وعفروتو وشكري وشهاب وهشام ومعظم المجموعه الموجوده، كان اينو بيحب وعاشور واحمد عادل وكابتن بركات على طول يحبوا اللعيبه الصغيره، اللعيبه الصغيره تبقى معاهم دايما. كنا بنقعد في اخر الاتوبيس معاهم. الاوضه طبعا اللي اينو كان بيقول عليها، لكن الفتره ده كابتن اسامه كان فيها ميزه ان احنا طلعنا على جيل قوي جدا. يمكن انا عاطفت حضرتك وعاطفت كل الجيل، كان جيل قوي جدا، وهم كان على طول اللعيب الكويس اللي عنده شخصيه واللعيب الراجل هم كانوا بيحبوه جدا. فده سهل حاجات كتير يعني، ده سهل حاجات كتير. فايه انه كان دايما وانا صغير يقول لك الواد سعد عامل زي العساكر، ما بيهزرش في الملعب يعني. عسكري مرور. عسكري مرور. بس سعد كان من اللعيبه الرجاله جدا يعني، يمكن حتى لغايه دلوقتي الناس كلها بتشبهه بكابتن وائل جمعه. وانا طبعا بتمنى له التوفيق، وسعد من اللعيبه الرجاله بره الملعب وجوه الملعب، فان شاء الله ربنا يكرمه. وهو عنده عزيمه واصرار ومن الناس اللي هي ما بتهزرش في الملعب. ودي سمه من السمات للاعيب الكوره الكويس. يمكن هو دمه خفيف جدا بره الملعب جدا، لكن في الملعب هو جد جدا. فربنا يوفقك يا سعد وترجع ان شاء الله احسن من الاول، وانا عارف ان انت عندك عزيمه واصرار، وان شاء الله ترجع احسن من الاول بامر الله. اخيرا يا كابتن سعد، تتوقع كده وانت عارف معتز انه يكون في يوم من الايام ان شاء الله مدرب كبير ان شاء الله؟ والله كابتن هو ابتدى الطريق، بس احنا مش عارفين بقى هيكملوا ولا لا. يا ابني ادعي لي يا ابني. يكملوا ان شاء الله. يا ابني ادعي لي يا ابني، بس انت لو عندي بالترنج بتاع 98 ده مش هلاعبك. لازم اغير الترنج. لازم الترنج ده يتغير يا سعد. معاك الجهاز، اعتبره ترنج الجهاز. اعتبره واحد من الجهاز. لا انت ملك الشياكه يا سعد، والله انا اول ما شفتك حسيت ان انت بتلعب ايه، سرد باك في منتخب كينيا. خلي بالك والله كابتن يوسف ده موضه في المانيا دلوقتي. ده موضه في المانيا؟ ده موضه في المانيا، عشان كده هو جاب. طبعا ما هو ده انا قلت له ده ترنج كابتن جوهري كاس عالم 90، فقال لي انا واخده من الكابتن فتحي مبروك. سعد فعلا من اللعيبه الرجاله، ويعني حتى بقول لك انا كلمته قبل ما يسافر المانيا لقيته مبتسم وبيضحك وراضي يعني باللي حصل. باللي حصل سعد روحه بالعزيمه ان شاء الله وبالاصرار يا كابتن سعد ترجع وتكون احسن من الاول ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله كابتن اسامه ان شاء الله. ان شاء الله كل الشكر للكابتن سعد سمير ابن النادي الاهلي ولاعب الفريق الاول، ان شاء الله يرجع افضل من الاول بعد الاصابه القويه اللي تعرض ليها. كابتن معتز يعني كان دايما، وسعد بيقول يعني دايما العلاقه اللي بتجمع اللعيبه بالنادي الاهلي هي علاقه الحب، علاقه الود، علشان كده دايما في بطولات. طبعا مفيش واحد بيتكلم يقول انا النجم الاوحد او انا اللي بصنع البطولات، دايما لما بنتكلم وكان مستر مانويل، وطبعا اكيد انت بتوصل الرساله دي للعيبه النهارده. لما في نجاح بيبقى نجاح من منظومه كامله داخل قطاع الناشئين او كمان موجود في الفريق الاول. بص يا كابتن اسامه، احنا ما عندناش حاجه اسمها انا لا. احنا كلنا بنلعب تحت مسمى واحد وشعار واحد، هو النادي الاهلي. مين جاب الجون، مين ضيع، مين لا، في الاخر مش بيقولوا فلان اللي عمل او فلان. لا، النادي الاهلي او فريق كذا هو اللي كسب، هو اللي خد البطوله، هو اللي حقق الهدف. لكن ما بنقولش عندنا ده مين وده مين، احنا كلنا. وده دايما رسالتي للعيبه، اللي احنا دايما ايه، مفيش لعيب اساسي ولعيب احتياطي. كويس. ما عنديش نجم في الفرقه، لا كلها نجوم.
انت لو تفتكر احنا كانت الفرقه كلها ما شاء الله نجوم، كل واحد باسم، انت كنت اسم، وابو تريكه اسم، وبركات اسم، وعاشور اسم، وائل جمعه اسم، لكن كلنا النادي الاهلي. كنت مصبوط. بتكسب احسن الماتشات وبنبقى كسبانين مثلا ماتش قمه او بطوله، وبنبقى كل الناس تاني يوم في التمرين مظبوط، وبنقفل الصفحه وبنركز عشان عندنا حاجات تانية. فهو ده اللي منجح النادي الاهلي، في سيستم وفي نظام، وده اللي بيعود على الناشئين. وبصراحه كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي يعني عايز اوجه لهم الشكر اللي هم ما بيسيبوناش، وكابتن اكرامي دايما متواجدين معاكم في المباريات دايما. يعني بصراحه كابتن اكرامي وكابتن فتحي وكابتن هشام لو فرقه مثلا بتلعب في جمهوريه في سفر اسماعيليه اسكندريه تلاقيهم دايما يروحوا ورا الفرق. احنا مثلا شوف يعني انا ماسك 2005 14 سنه، لا تلاقي كابتن اكرامي دايما حتى لو مباراه بره مش في اهلي مدينه نصر، مش في النادي عندنا. انتوا بتلعبوا الاول بطوله منطقه القاهره 2005، واحنا الحمد لله انا ماشي اول، الدور الاول انتهى، انت دلوقتي عشان فتره الكاملة. امتحانات العلامه الكامله 10 مباريات ب 30 نقطه الحمد لله انا اول الدوري. مين معاكم في المجموعه كده؟ معايا المقاولين الحمد لله، كسبت المقاولين 4، كسبت طلائع الجيش 3، طلائع الجيش الفريق المنافس انا عندي، وبعدين المقاولين التاني، وبعدين المقاولين هم دول الفرقتين اللي بينافسوني. طبعا معايا فرق كتيره يعني، معايا الاتصالات، معايا يعني في فرق كتيره طبعا مميزه، لكن الجيش والمقاولين هم اللي دول الفرقتين اللي بينافسوني. والحمد لله ربنا كرمني، كسبت المقاولين 4، كسبت الطلائع 3، ومعايا لعيبه رجاله جدا. دي اهداف مباراه المقاولين وانت بتتكلم عن دي، احنا كسبناها 4 عندنا في النادي. في النادي لسه طبعا الدور الثاني هيبدا عشان انت عارف الفتره دي امتحانات للاولاد وكده. فعندنا الدور الثاني بقى رايح المقاولين ان شاء الله هناك، ده اكيد هيبقى ماتش قمه طبعا. وماتش صعب عشان انا كسبان 4، فاكيد ده هيبقى يعني هيبقى ليه يعني عارف ايه معايير وطقوس وكل حاجه عشان النتيجه تقيله طبعا، ونادي المقاولين من الانديه الكبيره فكانت نتيجه تقيله عليه طبعا. فاعتقد لها هتبقى مباراه قمه حقيقيه يعني. انتوا الدوري بمنطقه القاهره 2005 من مجموعتين، من مجموعتين مجموعه بتضم الاهلي والمقاولين وطلائع الجيش في مجموعه، والناحيه الثانيه انبي ودجله في مجموعه. احنا المفروض يعني اللي بيصعد من هنا بياخدوا اول وثاني من هنا، مظبوط، واول وثاني من هنا، وبعدين بيلعبوا بقى ده السوبر بقى في التصفيات دي بقى مطحنه ثانيه خالص بقى طبعا. لكن طبعا احنا الحمد لله معايا فرقه كويسه وعناصر كويسه مبشره للفريق الاول. طيب عايزين نقول اسماء، عايزين نعرف الناس. بص طبعا قبل اي حاجه، قبل ما اقول اسماء، انا بتوجه بالشكر للكابتن احمد سمير. كابتن احمد سمير يعني بعيد عن الكوره من الناس فعلا اللي انا اتشرفت اللي انا بشتغل معاها. راجل قمه في الاحترام، قريب منك اللي هو وقريب من اللعيبه جدا، بيعرف يتعامل نفسيا، ودي اهم حاجه للولاد الصغيرين. اللي انت لازم تعاملهم وتاهلهم نفسيا كويس قوي قبل المباراه. السن في الشغل في السن ده صعب جدا، صعب جدا من طبعا. 2005 ولد 14 سنه، 14 سنه ازاي توصل لتفكيره، وازاي تنزل انت كمدرب ممكن ليك اسم ونجوميه، ازاي تنزل وبتفكيرك كمان لولد صغير عشان توصل له كمان المعلومه. وبعدين في نقطه كمان مهمه كابتن اسامه، يعني هو شايفك نجم قدامه، وبيجي دايما يقول لك يا كابتن انا شفت لك جون مش عارف كذا وجون. فكون اللي انت بتلعب معاه وبتهزر معاه وتنزل تلعب الدايره معاه واوقات التقسيمه معاه، فدي في حد ذاتها انت بتدي له حافز وبتدي له ثقه. النقطه الثانيه كمان اللي هو ده لسه في مدرسه في ثالثه اعدادي، بيصحى من 7 الصبح ولا من 6 الصبح، بيروح مدرسه وبيخلص وبيجي لك، فانت برده ما ينفعش تيجي تزهقه في التمرين طبعا. هو بيبقى صاحي بدري وعنده مذاكره وامتحانات ومراجعات وصاحي بدري، فانت عليك اللي انت بتراعي انت كل الكلام ده طبعا، بتراعي وبتاهله عشان يبقى نازل التمرين مبسوط. في لعيب مثلا بيبقى جاي، ما انت عارف الكوره دي بمزاج شويه، في لعيب مثلا مزاجنجي اللي هو بيبقى جاي كاره التمرين وصاحي بقى من بدري وعايز انام وعندي درس وعندي لكن انت احنا الحمد لله الفرقه اللي معانا الاولاد اولا كلهم سلوكيا مؤدبين جدا ومتربيين جدا. كابتن احمد سمير عامل شغل هايل مع الاولاد دي، عشان خصوصا كمان هو يعني انا لسه ماسك الفرقه دي السنه دي، موجود معاهم السنه دي. انا السنه اللي فاتت كنت ماسك 2004 وخدتوا البطوله، وخدنا البطوله. كابتن احمد سمير بقى هو اللي طالع من تحت مع الاولاد دي، فهو عارفهم كويس قوي وهو اللي مربيهم، والولاد بتحبه جدا. وانا على المستوى الشخصي هو فعلا اخويا الكبير، وعامل مجهود هايل هايل مع الفرقه. وطالما زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي واحنا لعيبه، طالما في حب موجود، هم شايفين اللي الجهاز كله بيحب بعض، كله شايفين اللي احنا بننقل لهم حبنا ده، فدي برضه عامل مهم. احنا دايما لو في اي مشكله او في اي حاجه بنحاول يعني نحلها بسرعه عشان ما نعملش بلبله زي ما بيقولوا في الفرقه. فالولاد عندنا كلها سلوكيا كويسين، متربيين، عارفين قيمه النادي الاهلي، عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي اللي هم لابسينه، وده دايما كلامنا معاهم وكلام الكابتن احمد سمير معاهم.
فالولاد خلاص بيبقوا طالعين من تحت النشأة نفسها عارفين اللي انت متربي على بطولات. طيب عايزين نعرف بقى الاسماء يعني طمن الجمهور. بص انا يعني مش أنا عايز انسى حد طبعا. الاشوال انا حفظت اسماء اه طبعا سيف ايمن سيف ايمن طيب وفي سيف الطيب ده هداف يعني هداف مش عايز اقول لك يعني في دايما يقول لك هداف بالفضل لا ده مثلا ده كابتن اسامه حسني الثاني اللي هو ايه عارف ال18 عماد متعب من ضمن الناس اللي هو بيعرف يجيب جون من نص فرصه كويس قوي سيف الطيب عندي احمد وحيد فندر هايل عندي عفيفي عندي يحيى عندي سردباكو يعني سعد سمير اللي جاي عبد الله بستانجي ما شاء الله عليه عندي ثروت دايما عبد الله بستانجي الاسم ده بنقوله دايما هنا في منتخب الاسبوع ده دايما ده ما شاء الله ده سنتين ثلاثه وهتلاقيه يعني من هو عنده 17 سنه يعني هيكرر تجربه رمضان صبحي ده من الناس اللي ان شاء الله انا بتنبأ لها اللي هي تطلع بدري في لعيبه بتتصعد فريق اول بس متاخر لا في عندي ناس تطلع بدري عندي لعيب باك رايت يوسف جمال ده من ضمن الناس الهايله عندي فوزي يعني عندي مارادونا عندي ناس كتيره جدا عندي ناس كتيره جدا ولعيبه هايله لعيبه مؤثره عندي حازم حارس المرمى تشوفوا ستايله في الجون الشناوي بالظبط الشناوي وانت دايما بتقول الاسماء بتضرب مثل بالفريق الاول دايما طبعًا. في المحاضرات كابتن احمد سمير وكابتن معتز اينو دايما بيضرب المثل للعيبه بتاعه 2005 بالفريق الاول وبالمواقف كمان اللي بيعيشها الفريق الاول وبالمباريات وبالبطولات طبعا عشان انت دلوقتي في المحاضره هما دلوقتي الاولاد دايما بيشوفوا ماتشات الاهلي مثلا ماتش زي النهارده مثلا مع المقاولين فانا لو انا عندي محاضره بكره او عندي مباراه بكره وعايز مثلا اكلم مثلا السردباك عبد الله مثلا بستانجي اقول مثلا شفت امبارح رامي ربيعه في الكوره دي مثلا عمل كذا مثلا يوسف جمال باكرايت شفت يوسف امبارح احمد فتحي مثلا عمل الاوفر ممكن مثلا لعيب لازم يستلم ويروح لغايه الخط عشان يرفع لا احمد فتحي لو عملها اقول له بص شفت وهي جايه له مثلا من لمسه واحده راح عاملها فهو الولد شايف الماتش مثلا امبارح او اول امبارح في خلال يومين فاكيد لسه في الذاكره وفي دماغه فلما اديله انا مثال لازم يبقى عارف اللي احنا كلنا يعني ده الهدف الفريق الاول ده الهدف الاكبر اللي كل لعيب بيحلم اللي هو في يوم من الايام يطلع عشان يبقى نجم في يوم من الايام وانتوا شغالين مع فريق 2005 دايما عينك على البطوله ولا عينك انك تصعد لاعب للفريق الاول ويخدم الفريق الاول بالنادي الاهلي ولا دايما بتحاول تجمع بين الاثنين بص يا كابتن اسامه في مدربين ومدربين يعني في ناس يقول لك ايه انا بعمل هدف عندي ان انا اطلع في الاخر اثنين ثلاثه لعيبه مسمعين اللي هم يخدموا الفريق الاول تمام ولكن في نفس الوقت لازم ابقى مركز عشان انا النادي الاهلي والنادي الاهلي تلعب على بطوله لازم يلعب على بطوله ما ينفعش الثاني عندنا ما بيبقاش مرضي يعني المركز الثاني مش مرضي واحنا كلنا اتربينا في النادي الاهلي كده وانت برضو عارف اللي دايما الهدف واحد اللي هو المركز الاول لازم ابقى انا في الطب دايما كل ماتش حتى لو بلعب حتى اللائحه في الناشئين مفيش مكافاه على المركز الثاني المركز الثاني كانك خسرت البطوله بالظبط طبعا مفيش مكافاه انت لو خسرت لو تعادلت بس يعني التعادل دايما احنا بنوصله كابتن احمد سمير او انا او كل افراد الجهاز اللي دايما التعادل ده اكنه خساره يعني ما لا انا ما خدتش نقطه انا كده خسرت فدايما انت بتنمي في الولاد وبتغرس فيهم من بدري اللي انت دايما بتلعب على الثلاثه بونت حتى لو بتلعب فرقه يعني مش لازم العب المقاولين وامبي ودجلة حتى لو بلعب فرقه قليله شويه لازم اللي دي باخدها انا فاكر السنه دي كنا بنلعب فرقه مش متذكر مين وكسبت سبعه ولا باين ثمانيه سبعه ومن ضمن الاخبار الكابتن احمد سمير طلع زعلان وغضبان من ده انا خدت انذار خدت انذار ده انا اول مره في حياتي في التدريب اخد انذار بقالي سنتين مدرب خدت انذار ليه لقيت الاولاد عارف انت بقى الجيل اللي طالع والشباب بيبتدوا ايه عايزين بقى يمسكوا كوره وينقلوا كسبان 6 7 بدا تحصل فيه تراخي او دلع تراخي شويه او دلع حسوا بنفسهم شويه رحت واقف على الخط يعني عنفت شويه فقلت يعني حاجه كده لقيت الحكم جاي وراح مديني انذار قال لي يا كابتن اينو يعني انا يعني ما تطلعش منك مع ان انا بكلم لعيبتي انا ما لقيت جنب المنافس ولا جيت جنب الحكم ولا اي حاجه انا بكلم لعيبتي بس بحاول اشدهم شويه الحكم راح مديني انذار عايز توصل لهم رساله حتى لو كسبان حتى لو كسبان 10 ليا اداء لازم اشوف انا ليا اداء من اول دقيقه لاخر دقيقه ودايما اضرب لهم مثال بالنادي الاهلي دايما اضرب لهم مثال ببرشلونه بصوا برشلونه من اول دقيقه من اول ما الحكم يصفر لغايه ما فيش حاجه اسمها تراخي كسبان واحد زي 10 زي اصل كره القدم دي غداره ياما واحنا بنلعب ودايما انا اقول لهم بتحاول بقدر المستطاع تنقل لهم خبراتك وتنقل لهم المواقف اللي انت تعرضت ليها على مدار السنين دي كلها ياما تبقى انت في مباراه وماسكها والدنيا تمام وتقلب الكره دي في اي وقت لغايه الدقيقه 90 و95 ممكن يخش فيها جون فانا ليه احط نفسي تحت ضغط طب ما انا امن نفسي وافضل من اول دقيقه لاخر دقيقه فده دايما ده كلامنا سواء انا او الكابتن احمد سمير مع الاولاد عايز اخدك بقى
يعني لصعوبات بتكون مش في دوري 2005 في كل الدوريات بتاعت قطاعات الناشئين، هي عملية التزوير والتسنيد. أكيد بتلعبوا فرق كتير. وانتوا قاعدين على الخط في واحد في الفرقة التانية والفريق المنافس، لا استحالة يكون 2005. بتقابلوا الكلام ده؟ يا قابلنا ايه؟ انا مره شفت واحد السنه اللي فاتت 2004 2004 ده يعني ده في دوري 2004 السنه اللي فاتت بدقن دقن اكبر مني. فانا قلت له يا ابني ده انت لعبت مع ابويا جاي سنه. قلت له انت متاكد ان انت عندك 14 سنه؟ فاحنا معانا طبعا الاداري ومسكنا مسكنا عليه وخدنا النقط والمنطقه ساعتها قدمنا الورق وقدمنا المستندات وكشفنا عليه. وكابتن فتحي مبروك صراحه في الحته دي دايما بيدي يعني اوامر للاداري اللي انت تفضل ماشي ورا الولد لغايه ما بتثبت فعلا اللي ده اللي بقى بتلاقيه ايه بيلعب باسم اخوه باسم ابن عمه وبيبقى ضارب كارنيه. فاحنا شفنا في الحاجات دي كتير. وبعدين غير كده اللي انت بيبان ازاي ده 14 سنه بيبان من باصه من شوطه الفكره لما تلاقي واحد يعمل حركه معينه كده لا ده مش لعيب يعني مش ده استحاله ده يبقى عنده 14 سنه. ده لعيب يلعب فريق اول من ما احنا لعيب الكوره ما احنا برضو ناس فاهمه وناس عارفه ايه الدنيا. الحركه دي او الشوطه دي او الباص ده او الفكر ده مش بتاع 14 سنه استحاله. فاحنا بالتالي بنحاول نركز عليه ومعنا طبعا الاداري وبنبلغ كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي. والسنه اللي فاتت احنا مسكنا ولد كده طبعا. بتحاولوا توحدوا طريقه اللعب زي الفريق الاول يعني زي فايلر طريقه اللعب اللي بيلعبها 4 2 3 1 برضه بتحفظوا الولاد نفس الطريقه وممكن طريقه كمان علشان الولد مستقبلا لما يلعب فريق اول يبقى برضه نفس الاسلوب ونفس الطريقه؟ لا بص هو ولا بتتجهوا في قطاعات المناطق ولسه في الاعمار السنيه الصغيره مثلا بطرق مختلفه تانية؟ لا بطرق مختلفه وعلى حسب المباراه اللي انا بلعب يعني مثلا المباراة. لما بلعب مثلا فرقه زي المقاولين في أكسان. زي الجيش لا بيبقى في حاجات معينه وفي لعيبه معينه هي اللي بتلعبها ممكن العب بثلاثه في نص الملعب يعني فاهم في حاجات معينه كده لازم ابقى مامن نفسي لكن لما مثلا بلعب مثلا فرقه مثلا ضعيفه شويه وعارف ان انا مثلا بنسبه 80 90% انا ان شاء الله كده كده كسبان وبسكور لا في مثلا اللي عندي الاولاد اللي ما بتلعبش كتير مثلا بشاركها لو مثلا بلعب بثلاثه في نص الملعب لا انا بستفاد وبلعب باثنين بس والعب مثلا بطرف مثلا من اليمين او من الشمال او بلعب باثنين حسب المنافس يعني على حسب المنافس بلعب مثلا باثنين سترايكر ماتش على ملعبي في الاهلي عندي مثلا والناس كلها بتتفرج وفرقه مثلا ضعيفه شويه بتزود النواحي الهجوميه بزود النواحي الهجوميه انا عايز اكسب سكور ما انت برضو السكور في الناشئين والدوريات الناشئين السكور ده بيتسمع وممكن تقف معاك على جون ما انت في فرق مثلا بتلاقيها في الاخر نفس النقط معاك لا انا لما اكسب 8 و9 و10 لا ما الحاجات دي ممكن تنفعني في اخر الدوري ممكن تقف على هدف تمام فانت بتحاول الماتشات القليله دي شويه في المستوى بتحاول ان انا اكثف الناحيه الهجوميه بحيث ان انا اجيب اكتر عدد من الاهداف. طيب هنروح برضو للحاجات من ضمن الصعوبات اللي بتكون موجوده في مسابقات الناشئين. اتكلمنا عن التزوير والتسنين عايزين نتكلم عن الملاعب. ملاعب طبعا اكيد بتقابلوا ملاعب خارجيه لما بتلعب بره في ارض المنافس أكيد ملاعب سيئه ممكن كتير. يعني تخلص كمان على مواهب موجوده في القطاعات الناشئين. انا عندي مثلا ولاد مهاريه يعني انا مثلا عندي فارس مثلا في نص ملعب ده لعيب مهاري جدا عندي عفيف يوسف عفيفي لعيب مهاري جدا سيف ايمن لعيب مهاري جدا وبيمتاز بالسرعه لما اروح مثلا فرقه بتلاقي مثلا ماتش مثلا مع اقرب شويه على اساس الملعب ممكن اروح الاقي ملعب صغير طب انا سيف ايمن ده راجل سريع يعني ده طرف عندي بستغله في السرعه بسمع بيقولوا لي ان من اللعيبه ما شاء الله المميزه من المميزين بيتصعد كمان مع 2004 بيتصعد هو سيف الطيب سيف الطيب دايما بيتصعد لما انا مثلا واحد زي ده ما اروح الاقي مثلا ملعب كنس شويه وصغير طب ما ده عايز مساحه ده عامل زي محمد صلاح كده بالكوره بيخلق لي فرص من ناحيه اليمين فده برضو بيكتفني انا شويه الاقي مثلا اكتريه الملاعب دلوقتي حتى اللي بره بتبقى ملاعب اللي هي الصناعي الترتان فدي برضو ما بتبقاش زي النجيل الطبيعي فانت برضو الولاد مش واخد عليها قوي عشان انت كل يوم بتتمرن على انجيل طبيعي لما تيجي فجاه تلعب على انجيل صناعي برضو الولاد مش واخده في مثلا ملاعب بتكون سيئه بقى شويه ولا طبيعي ولا صناعي بتلاقي نفسك بتلعب على يعني حته تراب وحته نجيله حته فدي برضو الكوره ما بتبقاش متساويه فيها او انت بتلعب الباص حتى اللعيب المهاري اللي عندك يعني قليل قوي لما مش قادر خلي بالك ممكن كمان تعرض المواهب دي للاصابات اصابات كتيره جدا انا حصل لي السنه دي اصابتين عندي معتز ده من اللعيبه الرجاله جدا ولعيب هايل وجوكر وبيلعب في كل حته ده اتعرض لاصابه وحط رجله في كبيره حوالي 3 اسابيع عندي يوسف ثروت من السردباكات الهايله برضو بسبب الملعب
اتجبس وقعد شهر، فالاصابات دي طبعا ورده. وانا من هنا بضم صوت لصوتك واتمنى من المسؤولين سواء في منطقه القاهره او كمان في اتحاد الكوره لازم يكون في لجنه تطلع تعين كل ملاعب الناشئين سواء في المناطق او الجمهوريه عشان نقدر نحافظ كمان على المواهب الموجوده داخل قطاعات الناشئين. كابتن اينو، عايز اخدك بقى لزيارات الكابتن محمود الخطيب السنه اللي فاتت والسنه دي متكرره دايما لقطاع الناشئين والمسانده، ودايما في اجتماعات مع المدربين بدايه الموسم ودايما في اجتماعات متكرره مع اللاعبين اثناء الموسم. شايف الزيارات المتكرره مع الكابتن محمود الخطيب دي ازاي؟ اكيد طبعا دي حاجه مهمه جدا سواء لينا انت كمدرب في القطاع لما تلاقي كابتن محمود الخطيب طبعا قيمه كبيره ورئيس النادي اللي هو مهتم بالقطاع وبيجي لك، يعني يمكن السنه اللي فاتت اول سنه ليا في النادي كمدرب، اول يوم اتجمعنا فيه لازم الكابتن محمود كان يكون متواجد واجتمع بكل المدربين بتوع القطاع. دي لوحدها بتديك دافع اللي انت بتبدا الموسم وانت دايما بيقول لك احنا مساندين ليكوا احنا بندعمكوا، مع الكابتن فتحي طبعا وكابتن هشام وكابتن اكرامي. فلما بتلاقي الاداره برضو في ظهرك ودايما معاك وبيجي لك بنفسه في اهلي مدينه نصر واجتمع بينا، دي اكيد حاجه كبيره جدا. نفس الحكايه السنه دي الكابتن محمود الخطيب حضر، رغم يعني بتمنى له طبعا الشفاء من عند ربنا طبعا، وكان قبل ما يسافر عشان موضوع العمليه وجه وهو يعني مش عايز اقول لك وهو تعبان، بس الراجل حريص على شغله وحريص اللي هو يعمل الاجتماع بتاع كل سنه المتكرر. فطبعا انا من هنا بشكره جدا وبتمنى له الف سلامه. فاعتقد ان دي بتبقى حاجه قويه وحاجه حافز لينا كمدربين وللعيبه طبعا. طيب وايضا دور الكابتن فتحي مبروك، يعني توجد كان في كلامك في البدايه دايما علاقه الكابتن فتحي مبروك كابتن اكرامي كابتن هشام حنفي المسؤولين عن القطاع دايما علاقه جيده ودايما بيتابعوا المباريات كمان طبعا مع قطاع الناشئين مع كل الفرق كمان. لا هم كمان بعيد عن الكوره، يعني كابتن اكرامي كابتن فتحي كابتن هشام دول اخواتنا الكبار. لو في اي حاجه يعني انا في معزه بيني وبين الكابتن فتحي، حتى لو في اي طلب ما بيتاخرش عن حد. يعني عن اي فرقه عايزين كور جديده يا كابتن، يعني انا على المستوى الشخصي موضوع اللبس يا كابتن عايزين لبس راح مطلع لبس، عايزين يا كابتن كور كانت في كور بنتمرن بيها بتاع السنه اللي فاتت رحت له دخلت له، الراجل بصراحه ما بيتاخرش كل حاجة. قال لي كور راح مطلع على طول كور للفرقه 2005 السنه دي. كابتن اكرامي دوره واضح جدا مع الحراس والمدربين الحراس، غير اللي هو كل مباراه حتى لو بره بيحضر كل المباريات. فكابتن هشام حنفي كابتن هشام حنفي وكابتن فتحي وكابتن اكرامي بيروحوا كمان السفريات، لما بيبقى مثلا مباراه في اسماعيليه في اسكندريه في السويس بتلاقيهم بيسافروا. فبصراحه الثلاثه ما بيسيبوش اي فرقه، مش فرقتي انا بس، اي فرقه في القطاع كل الفرق مساندين وداعمين ليهم. فبصراحه انا بشكرهم من خلالك يا كابتن اسامه ودايما موفقين، واحنا ان شاء الله نكون عند حسن الظن كمدربين وكالفرق نكون عند حسن الظن ان شاء الله. انتوا دلوقتي فتره راحه صح؟ لا بنتمرن بس يعني ايه عارف الاولاد عشان فتره امتحانات بيعملوا فتره اعداد مصغره كده بنتمرن مثلا 3 ايام 4 ايام لغايه اول مباراه يعني يوم تقريبا 24 او 25 او ماكسيمم هيبقى مثلا 1-2 عشان بعد الامتحانات ممكن الدوري تاني يستنف 1-2 ممكن هو لسه ما جاش حاجه رسمي من المنطقه، بس اعتقد اللي هو ما يقدروش ياخروا عن كده عشان تعرف ممكن لو اخروا عن كده عشان الامتحانات هيضغطوك في الاخر، ممكن تلعب مثلا ماتشين في الاسبوع لحد. يعني انتوا الفتره دي فتره تدريبات ومباريات وديه بس طيب. لازم بننهي كل اسبوع بمباراه وديه. طيب عايز اخدك برضو لعمليه التصعيد، عمليه التصعيد داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كله يعني في عمليه ترحيل، يعني فريق 99 بياخد من 2000 و 2001 وعمليه التصعيد دي موجوده، موجوده ايضا في فريق 2005 برضو موجوده ممكن يستعين بلاعبين من 2006؟ لا 2006 لا ما ينفعش دي يعني لغايه 2006 لسه ما دول بيلعبوش براعة. 11 لا دول ما بيلعبوش لا فاحنا ما ينفعش، لكن اخر حاجه 2004 ياخد من 2005 يعني انا اول فرقه يعني انت اللي بتصعد انا اللي بصعد انا عندي كابتن ياسر ريان وكابتن عبد الله فاروق اللي ماسكين 2004 دايما بياخدوا من عندي 2 لعيبه 3 لعيبه. اخر مره سيف ايمن اتصعد هو سيف الطيب لا في ناس كويسه مبشره. ال 2004 بيدي ال 2003 كابتن محمد سعد وكابتن شريف عفاضين، ال 2003 بيدي ال 2002 فاحنا دايما كلنا في الاخر لازم بنخدم النادي الاهلي. اي فرقه عايزه حد وكابتن فتحي يعني لازم نستاذن طبعا كابتن فتحي الراجل ما بيتاخرش وكل يعني عمليه التنسيق دي دايما موجوده وفي بقى ميزه اللي كل المدربين بتوع القطاع يعني متعاونين كويس. ما ينفعش انا كابتن اسامه مثلا ماسك 2004 عايز من عند اينو مثلا 2 لعيبه عنده نقص مثلا اصابات او لعيب موقوف وعايز حد من انا ما ينفعش اقول له لا ما ينفعش. اولا انا بخدمك وبخدم النادي، ثانيا دي بتبقى حافز للعيب اللي عندي اللي هو بيتصعد. ف
فالولد برضه بيبقى رايح مبسوط، حتى لو مش هيلعبه او حتى مش هي يعني مش هيبقى ليه دور قوي، بس يكفي اللي انت بتصعد دي في حد ذاتها للولد ولزمايله اللي انت يعني بيبقى في حافز عندهم قوي اللي انا في اي وقت ممكن اتصعد. طيب عايز اتكلم بقى عن حاجه دلوقتي موجوده يعني ما ينفعش نغفلها دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشين فيه، هي عمليه السوشيال ميديا. دلوقتي الولاد الصغيره برضو بتقدر تتعامل على السوشيال ميديا، فيسبوك وتويتر وانستجرام، برضو تقدروا تتواصلوا مع الولاد ازاي يستخدم فيسبوك وانستجرام وتويتر، وبباليكوا برضو كلام مع الولاد عن طريق السوشيال ميديا برضو. بص هما دلوقتي يعني انا يعني بالنسبه لفرقتي طبعا كل الناس كل الجيل انا ولادي 10 سنين وتسع سنين وكل الناس دلوقتي انت عارف التكنولوجيا دلوقتي غطت على الناس كلها. ممكن انا مثلا ولد عندي لو لقيته مثلا سهران بالليل ولقيته مثلا اونلاين فاتح اروح نام يا ابني انت لسه صغير يا ابني انت هتسهر من دلوقتي اما لما تكبر هتعمل ايه. بس هما الولاد دايما يعني انا بقول لك هما سلوكا في كلام وتوعية طبعا دايما ده دورنا دايما. الكابتن احمد سمير بيتكلم معاهم وانا دايما بتكلم معاهم، ولما بيشوفوا القدوه بتاعتهم بيتكلم معاهم، اصل هم في الاول وفي الاخر ده زي ولادك او زي اخواتك الصغيرين. صح. اللي انت دايما بعيد عن الكوره، الكوره موجوده والموهبه موجوده وماشي كويس الحمد لله وماشي اول وبتكسب، فانت عليك دور تاني جامد جدا، التوعيه لما بتشوف حاجه غلط بتوعيه، حاجه ما ينفعش تعمل لازم تقول له، ده واجب عليك في النادي زي المدرسه ليها دور النادي ليه دور. تمام. فانت برضو واجب عليك اللي انت دايما بتنصح ودايما بتوعي، والولاد بصراحه يعني عندهم حته القابليه دي يعني موجوده، عشان الولاد كلهم من بيت نظيف كويس وكلهم بيستوعبوا بسرعه ودلوقتي كلهم بقوا فاهمين. فهو كل ولد دلوقتي حاطط في دماغه اللي انا عايز ابقى نجم، شايف محمد صلاح قدامه وشايف ده قدامه وشايف ده قدامه، فكل واحد دلوقتي عايز يوصل. فانت مش هتوصل الا لو انت ماشي صح، طول ما انت ماشي صح هتوصل، وده دايما بقول لهم. وانت بتتكلم مع محمد صلاح، محمد صلاح ما شاء الله عامل يعني بنبارك له النهارده احرز هدف الثاني في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد، وكمان يعني بياخدوا خطوات لحسم الدوري الانجليزي. هو حسموها خلاص زي الاهلي الرابع، هم زي الاهلي خلاص حسموها ان شاء الله. بتضرب دايما المثل بمحمد صلاح، أكيد محمد طبعا. صلاح كان واحد من اللي اتربوا داخل قطاعات الناشئين وفي نادي المقاولين العرب، لعب في بطوله منطقه القاهره، لعب في بطولات الجمهوريه، يعني واحد زيهم دايما بتضربوا المثل محمد صلاح، وخصوصا محمد صلاح لما تضرب بيه المثل قبل ما تضرب بيه المثل في الكوره واللي ما شاء الله وصل له ربنا يزيده، لا انت تضرب بيه المثل في بدايته اللي ده كان راجل. شفت اللقطه دي يا كابتن اينو دي النهارده في مباراه النهارده، وده العلم المصري مرفوع في مباراه النهارده ليفربول ومانشستر يونايتد، حاجه يعني كبيرة تدعو للفخر طبعا. انت النهارده مصري وموجود في اكبر المحافل العالميه وعالم بلدك يكون طبعا. موجود لا صلاح ما شاء الله يعني عامل لنا شكل وعامل لنا وضع وربنا يكرمه، عشان هو بتاع ربنا وعشان ماشي كويس وبيراعي ربنا في شغله اكيد ربنا بيكرمه، ودايما زي ما بيقول لك ايه اللي بيتاجر مع ربنا ما بيخسرش. تمام. فانت صلاح لما بتدي مثال ليه للولاد الصغيرين دول قبل ما بتقول هو بقى كده، هو بقى كده من ايه؟ صح. مش من فراغ، حاجات كتير، حاجات كتيره جدا، تعب وشقي وينام بدري ويصحى بدري عشان تمرينه، وبياكل كويس وبيذاكر كويس وبيراعي اهله والدته ووالده، الحاجات دي كلها لازم ربنا يكرمك. لكن لو واحد ماشي مش 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 زي صلاح عمر ما ربنا يكرمك. فانت قبل ما بتتكلم على الكوره لازم تديهم مثال عشان يعرفوا اللي النجم ده وصل ازاي. برافو عليك. يعني النجم ده مش من فراغ، هو ما طلعش لقى نفسه نجم. انا ما طلعتش لقيت نفسي نجم ومعروف، ابو تريكه، وائل جمعه، الناس دي كلها، محمد صلاح، تريزيجيه، في تضحيات كتير لازم تقدمها، لازم تضحي ولازم تتعب. صلاح انت لو شفت قصه حياته، وانا دايما بقول لهم لما يقعد في القطر خمس ساعات رايح وخمس ساعات يجي عشان كان يجي لنادي المقاولين ويصحى من بدري من الفجر عشان يجي يحضر التدريب، الحاجات دي كلها ليه؟ لازم ربنا يكافئك في الاخر. غير نومك بدري، غير بتود اهلك، غير علاقتك كويسه، لسانك كويس مع الناس، متواضع، بتصلي قريب من ربنا، الحاجات دي اعتقد اللي هي لازم ربنا يكرمك في الاخر. اخيرا طموحات الكابتن معتز اينو بقى في التدريب. بص يا كابتن اسامه، انا طبعا زي ما الواحد ربنا كرمه وعمل اسم كويس في الكوره وطلع بشكل كويس وسمعته كويسه الحمد لله في وسط المجال كله. تمام. اتمنى ان انا ربنا يكرمني واعمل حاجه في التدريب، وده اللي انا ناويه، ودايما باخد دراسات وبجيب تدريبات من على النت، وبحاول دايما اتثقف واتعلم. انا لسه دي تاني سنه ليا في التدريب، فان شاء الله انا عندي حلم كبير في التدريب وفي امثله كتيره، واتمنى ان شاء الله في يوم من الايام ان انا اكون مدرب ناجح
وعامل اسم كويس في التدريب، واي حد يتمنى اللي هو طبعا يطلع فريق اول ويمسك النادي الاهلي، دي شرف لاي حد طبعا. وانا شخصيا يا كابتن معتز بتوقع لك ان شاء الله في يوم من الايام هتكون مدرب ناجح. شرفتنا ونورتنا. سعيد جدا لما موجود معك يا كابتن اسامه النهارده، وكنت وحشني، وسعيد ان انا موجود في قناه النادي الاهلي. في النهايه بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني النهارده كابتن معتز اينو. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير.